لينا على القصة ديالك. أنا قصتي أختي كنت صحيحة وصحيحة وكنت درية زوينة، ونطس أختي كنت كنشرب الفانيل ديال الغرد وشربته بزاف، ودار لي السوسه في العظم، سوس لي العظم وكان لي العظومه ديال رجليا والمراود. وملي مشيت اختي على الطبيب وما عدناش وما فحناش، كيقول لي ديري رياض الراديو ديري رياض سكالير، وانا ما عدي صافي ما بقيتش كنمشي عند الطبيب. ومن دابا مشيت عندو قال لي فات فك الفوت والعظم تكالك والمروه تكالك، دابا خاصنا نحيدو لك دوك العظومه اللي مسوسين ونركبو لك في بلاصتهم الحديد. الناس ديال المنطقه ديال سيدي حجاج كانوا يعني زمان كان بكري بنادم اختي كلشي كيشرب فاني ديال الغرد، كلشي باغي غلاد، كلشي باغي هذاك، ولكن ما كيعرفوش العواقب. العواقب ديالو اختي راه واعره، سوليني انا راه الناس تبات ناسه، وانا نبات فايقه مع عسر الليل، وداك الشيء كياكل فيا، وبنادم راه باقي كياكل فيه وزايد في الغلاط ديالو. وانا اختي العبره ياخذوها مني انايا، انا تشللت وخلاوة وزحفت من رجيلاتي وبركت وما لقيت لحنين الله رحيم. واليوم انا رقصتكم والمقصود الله المحسنين المحسنات قلوب الرحمة. ربي لما شوفوا من حالتي لوجه الله، راني ما بغيت دار ما بغيت طوموبيل، راني بغيت ندير العمل اليوم ونوقف على رجلية انا بحالي بحال عباد الله. هذه الامية قال لي خاصك ضروري اختي العملية. وملي مشيت قال لي خاصك تخلصي كلينيك بوحدو وتشري الحديد لراسك، وانا ما اديش اختي راه والله ما عندنا، راه خلاو ربي راك شتي الحاله ديالنا راه خلاوها هي توريك، ما عندناش. المهم راه كبيره منين اجيب لي الفلوس، انا قليل صح كنا نقد نوقف ولا هذا نمشي نخدم واخا نخدم في قهوه ونجمع، ما عندناش اختي ما لقيتش. قلتي لي كتكاي باش تاكلي؟ كان لما نعس تكاي ما ناكلش، ما ناكلش فوق الطبله ما في الطبصيل ولا شي حاجه، خاصني نتسرح عداش ناكل. كنتي شحال هادي كتزحفي؟ ما كنتش كنزيد ربع سنين الاولى زحفت مرجليا ما كنتمشاش كاع ما كنوضش، ومن بعد عادش وليت دابا كنجر رجليا وليت كنطلع في الدروش شاده فيه حيط حيط وكنطلع. ولكن قال لي الطبيب ضروري، قال لي ضروري العمليه، قال لي راه قال لي الا ما درتيهاش كلشي رجليك غادي تاكلهم لك السوسه. وما انا كنمشي هكا بدك عاوتاني هكا كلشي المراود ديالي تكالت. ودابا اختي انا ما لقيت حتى واحد، كنطلب شي وجه الرحمه يحنوا عليا غير بالقليل ولا بالكثير ويديروا لي العمليه. انا راه ما بغيت لا فلوس لا والو اختي، انا ما بغيت حتى حاجه، انا بغيت ندير العمليه ونوقف على رجلياتي. خاصك ديري الحديد. خاصك ديري الحديد ضروري، قال لي ضروري ديري الحديد ضروري. والتسوس ديال العظام اللي طرا لك قلتي لي ماشي غير التسوس، حتى سنانك. سناني حتى فمي طاح لي، راه ركبته اختي هذا راه مركبه، هذا راه الناس ركبوا لي السنان ديالي طاحوا، كان فمي بحال الجور هكا ديك السوسه هكا ولا كيطيح لي. قلتي لي حتى كرشك وكرش كرشي راه توصل لي اختي بحال بحال هكا، حتى ما بقاش نزيد اللي جابني الزنقه كيسحبني غير حامله، وانا محامله اختي انا مجوجو ما والو، انا مطلقه وما عرفت اش غندير. راه داكشي وقصدتكم والمقصود الله، مزوقه فيكم الا ما تعاونوا معايا لوجه الله. ما كتنعسيش بالحريق؟ كنعس بالحريق، كنبات داكشي كياكل فيا، هات عييت المهدئات كاع الانواع ديال المهدئات ديال هذاكشي، كنقول غير باش يدوخوني باش الناس باش ما نحسش بداك الحريق. والو اختي والو، مابقاش كيكثرت ما كنشربهم ما بقاوش كيشدوا فيا. هادي باش كنتي كتاكلي الدواء الغلط؟ ورا اختي كليته مدة شي 20 عام، ولكن دابا باش دار لي هاد المرض مدة شي 10 سنين وطالعة دابا في 11 عام. يعني نساء عندكم هنايا في سيدي حجاج اللي ما كانتش غليظة كيعيبوا فيها؟ مش كيعيبوا فيها، بنادم طايش مواعيش كيشرب غير باغي غير باغي غلاظ، باغي يشربوا الفانيد غلاظ ولكن ما عرفوش العواقب. انا دابا شحال من وحده كتقول لي ما تقوليش نتزا بحال هكاك يضحكوا عليك، هذيك كنقول لها انا ماشي ضحك، انا ياخذوا مني العبره، العبره ياخذ مني اللي كيشرب هذاك الفانيد ياخذ مني انا العبره ويشوف حالتي كي وليت. انا اللي كنت كي دايره وليت اختي كنبرك الزنقه وكنطلب باش كنشري الدواء، كنبرك في الزنقه وواحد كيعطيني 100 وواحد كيعطيني 10 دراهم باش كنشري الدواء. ندمت على النهار اللي شربته فيه اختي، نكذب عليك ندمت على النهار اللي شربته فيه، بهدلني المرض هذيك الفانيد، كنت صحاب غايدير لي هكاك وفي الاخر تي غنتبهدل بحال هكا وغنولي نسى. انا درك كل ما العمليه ما نقدرش، دابا راه كنحشم راه داويه معاك ولا راك ديز معايا ما كنقدرش.
كنقدرش نقول لبنادم بحال هكا، كنتعذب وصابر، مكاينش اللي صبر بحالي 11 عام وما كنشوفش الطبيب، دابا 6 شهور ولا 8 شهور ما مشيتش لي، حيت ما عنديش باش غير نقض، حتى كنمشي ليه كيقول لي ديري لي هاد الراديو، ديري لي هاد التحاليل، ديري لي هاد السكالير، وانا منين غنجيب لي؟ ما عنديش ما عنديش اختي، راك شتي امي مرا كبيره ما عاد قد لا تخدم لا ترد، ما انا وياها في الدار، الواليد ميت يتيمه وما عندناش، عندنا الله سبحانه وتعالى هو اللي يحن علينا. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.